بدري، حياة كريمة في دمياط، كل واحد أنا شايف قدامي ثلاثة، كل واحد فيكم مسؤول عن نطاق أو عن حيز معين، ولا بتشتغلوا بشكل ما في تناغم مع بعضكم؟ هو طبعا احنا في البداية أنا برحب بحضرتك وبرحب بالسادة أنا هرحب بيك المشاهدين. أكتر وأنت بتعلي صوتك. طيب إحنا مش على الهوا، حلو كده مستريح؟ ماشي ماشي. إحنا بنخدع البدري ما فاهمين إن إحنا مش على الهوا. طيب خش ما يهمكش. احنا طبعا عاملين نظام عندنا إن كل مركز بيبقى ليه منسق، تمام، وكل منسق بيبقى تحته متطوعين. جميل. حضرتك احنا كلنا متعاونين مع بعض، بنشتغل مع بعض. انا منسق عام، معتصم منسق مساعد، ايمان منسق مركز، واحنا كلنا بنتعاون مع بعض في المركز، بس طبعا مقسمين الادوار ما بيننا طبعا. جميل جدا. لما ايمان بتقول لي احنا في مرحله الحمد لله تقريبا بتخلص يعني 100% وفاضل لنا بقيه المراحل، الرئيس قال لنا انه حياه كريمه 3 سنين. تمام. وانتوا عارفين الرئيس تمام. التلات سنين بتاعته يعني 3 سنين. لا يا فندم ما تقلقش يا فندم، احنا الحمد لله بفضل الله. احنا اولا احب اعرف بس ان احنا في مركز دمياط، احنا عندنا في محافظه دمياط عندنا مركز كفر ساعة فيها 12 وحده محليه، 28 قريه ب 219 تابع. احنا بالفعل الحمد لله احنا عاملين معدل انجازات كويسه جدا على ارض الواقع. زي ما زميلتي ايمان قالت ان احنا بدانا في بالفعل مدارس دخلت، احنا الحمد لله المدارس خلصناها بنسبه 100% الحمد لله، والمشروعات جاري الانشاء فيها. احنا عندنا 12 مجمع خدمات والحمد لله يعني العمل فيها شغال على اعلى مستوى، يعني احنا قربنا نخلص مجمعات بالفعل، وبرضو 12 مجمع زراعي، والحمد لله احنا شغالين والشغل يعني ماشي بمعدل كويس جدا.